من المعلوم أن بلادنا تشهد تكاثرا ملفتا في بناء المساجد في مختلف المناطق والأحياء السكنية بالمدن، حتى أن المسافات التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئا فشيئا، ويصبح الأذان للصلاة يأتي من مسافات متقاربة وبأصوات مضخمة وغير متناغمة مع درجات من الديسيبال فائقة العلو، مما معناه يمثل إزعاجا لا للمتساكنين فقط وإنما للدارسين في المؤسسات التربوية والجامعية. وأحيانا يكون الجامع معناه لصيق بمؤسسة معناها تربوية أو جامعية. نحن لا يمكن أن نسمح بتلوث الصوتي، وأحيل على منشورين اثنين وجهتهما الوزارة إلى السلطات الجهوية، منشور في 2005 ومنشور إثر رمضان الفارط لما لاحظنا تجاوزات. احنا نقول المنشور الأول يحوي 70 ديسيبال، أكثر من 70 ديسيبال مرفوض، وقمنا بالتكييف قانوني، وجهنا مراسلة إلى وزارة البيئة فقالت ثمة مستوى هو 100 ديسيبال مسموح به، لكن نحن نصر لأننا نعرف جيدا تأثير التلوث الصوتي على جسم الإنسان وعلى نفسية الإنسان. لذلك نحن نتمسك، ومن حق كل تونسي أن يدعو إلى احترام هذا الإجراء.